أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب إن أمن دول مجلس التعاون الخليجي هو من أمن جمهورية باكستان الإسلامية، مقدرا الموقف الباكستاني الثابت تجاه أمن واستقرار البحرين ورؤيتها الراسخة والتامة في مواجهة الإرهاب وتوحيد المواقف الرافضة للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد. من جانبه أشاد معالي السيد سردار أي صادق رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية، أشاد بعمق العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين وباكستان، مشيرا إلى ضرورة العمل على تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات المشتركة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة وما تستدعيه من توحيد المواقف والرؤى وتعزيز التعاون، مؤكدا دعم الجمعية الوطنية الباكستانية لكل ما من شأنه الارتقاء بالعلاقات البرلمانية والدبلوماسية بين البلدين الصديقين. نظرا لتقارب وجهات النظر بين البلدين حيال العديد من الملفات الهامة والشائكة التي تواجه المنطقة في هذه الفترة تحديدا، ونظرا للرغبة الجامعة في تطوير التعاون بينهما على الصعيد النيابي والاقتصادي، التقى الجانبان البحريني والباكستاني في اجتماع مشترك لبحث ما كل من شأنه تحقيق هذا التعاون وتوطيده. هذه الزيارة تأتي لتعزيز العلاقة البرلمانية بين البرلمان البحريني والبرلمان الباكستاني. كان هناك اجتماع مثمر بيننا وبين الوفد البرلماني الباكستاني برئاسة الأخ سردار صادق، تحدثنا فيه إلى كثير من الأمور، أهمها لتنسيق المواقف فيما بيننا في المحافل الدولية، خصوصا في القضايا الرئيسية كالإرهاب والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول. كذلك بحثنا موضوع اللي هو دعم المجالس من خلال تبادل الزيارات بين البرلمان البحريني وبين البرلمان الباكستاني. باكستان والبحرين تمتلكان علاقات متميزة، والزيارات المتبادلة قد عززتها. نحن في باكستان ندعم البحرين في كل المجالات ونرفض التدخل في شؤونها الداخلية. اليوم عقدنا اجتماعا مع البرلمان البحريني واتفقنا على توحيد وتعزيز الجهود وتكثيف الزيارات. في الحقيقة باكستان تشارك إخوانها دول مجلس التعاون في التحالف العربي وتدعم أيضا كل الخطوات التي تأخذها من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة. وعلى هامش هذه الزيارة، عقدت لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية الباكستانية اجتماعا لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتطوير العمل البرلماني والتشريعي. اجتمعنا مع أعضاء لجنة الصداقة البحرينية الباكستانية من أجل تعزيز التعاون بين البلدين. هذه الزيارة مختلفة، لقد تبادلنا المعلومات والخبرات خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري والاقتصادي. ناقشنا عدة محاور في خلال الاجتماع، وخصوصا ركزنا على موضوع التعاون البرلماني وكذلك التعاون الاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين، وكذلك في المجال الدولي ومجال حقوق الإنسان وكيفية وطريقة التنسيق بين البرلمانين لدعم البلدين في المجال الدولي. مواقف الجمهورية الباكستانية تجاه البحرين مشرفة، خاصة فيما يتعلق برفضها للتدخلات الخارجية في الشأن البحريني، إضافة إلى المواقف المشتركة تجاه مكافحة آفة الإرهاب والقضاء عليها. خلال الاجتماعين تم التطرق إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال البرلماني، إضافة إلى فتح آفاق أوسع للتعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.